حبايبي جريد 1 مكملين دروسنا فيرست تيرم 2024. تعالوا كده نشوف انا جريد 1 بتعلم ايه. بتعلم النمبرز، ريد ورايت، اقرا واكتب. بتعلم ان انا عندي عيله اسمها عيله ال 20، عيله ال 30، عيله ال 40، عيله ال 50، وكل شويه كل اسبوع لازم نراجع على كل الكلام ده. وكمان بنتعلم greater than، less than، بنتعلم order ascending و descending، بنتعلم before و after. تعالوا كده مع بعض نشوف الحاجات اللي لسه بنتلخبط فيها. بصوا حبايبي، انا دلوقتي عملت ايه؟ عملت لك عيلة مين دي؟ 20. يبقى انا لو حفظت الكلمة دي اهي 20، يبقى انا لما اجي اكتبها اكتبها هنا. طب لما حد يقول لي بقى يلا يا مرايا ريد ذا نمبر 21، الله عليكي، يبقى انا كمان ريد ورايت كل الكلام ده هنطلع بيه كل السنين اللي جايه. فكل اللي عليك انك لما تحفظ 20 هتزود كلمه ايه؟ نيكست. يلا يا قمر روحي مكان ايدي، ريد ذا نمبر، يبقى انا هكتب ال 20 او 20 وبعدين ازود 2. امورتي الحلوه، ها 27. اكسلنت، يبقى هنكتب كلمه 20 وبعدين ازود 7، واحنا عارفين 1 2 3 4 5 6 7 8. فده كان اول حاجه انا سالتهم فيه، وبصراحه انا انبسطت منه. فبنفس الطريقه قلت انا عايزه برضو اراجع عيله ال 30. يبقى انا لو حفظت الكلمه دي ابتدي بقى ازود معاها. يلا يا قمر بص عند ايدي، ريد ذا نمبر، الله، يبقى انا لما احفظ دي خلاص، ما انا حافظ 4. برضو ابنك دربه على 40 مش 4، 40. يلا كده حبيبتي ريد ذا نمبر 45. اكسلنت، يلا يا قمرايا ريد ذا نمبر 46. يلا حبيبتي ريد ذا نمبر 49. يبقى انا ابنك بتديله يقرا، ابنك بعد كده يشتغل ريتن، يعني يكتب بالوورد، يكتب بالليتر. نبدا بقى نشوف. انا لغايه دلوقتي بشوف الطلبه بتتلخبط في السؤال ده. لما اقول لك الرينج يعني يا مستر، اسال انت عايزني ارتب ازاي، بس لو سمحت ما تتكلمش بالعربي. لما يقول لي الكلمه دي، ها حبيبتي تعرفي تقري الكلمه اللي انا بحط تحتيها لاين دي؟ تعرفيها؟ اديني بكبر تاني اهو، ها بص كده حبيبي، ها تعرفي تقري يا بابا الكلمه دي؟ طيب يلا يا اموره. ascending 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 ascending. لما اقول لك ascending تفتكر ابتدي بمين؟ الله عليكي، يلا فين السمولر؟ 12. يبقى بص اروح جاي اكتب ال 12 واقول لها باي باي يا 12، واعمل العلامه اللي زي الواو دي اسمها كوما، كوما. يلا خدنا ال 12، نيكست 13. ايه؟ 13. اوعى تقول لي 30 ازعل، انا بسمع واقول لها باي باي. ها نيكست 21. الله الله 21. واخر حاجه 31. تعالى بقى اللي جايه دي، عشان في ناس غلطت في دي، وبدل ما كانت هتاخد اكسلنت وتاخد 10 جنيه خدت فيري جود وهتاخد 5 بس. يلا ها مكه ريد ديسندينج، اتعود تقرا ديسندينج. لما اقول لك ديسندينج او تقراها في الامتحان، ديسندينج يعني ابتدي بمين؟ البيجر. ستوب، تعالى بقى مين البيجر عندي هنا؟ 41. يبقى نكتب 41 واطلع بالقلم البنسل اقول لها باي باي. نيكست 25. الله، اكتب العلامه دي اسمها ايه؟ كوما 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 25. نيكست 15. الله 15، وذا لاست نمبر 14. انا كده خلصت. هو ده كان الامتحان؟ المره الجايه هتلاقيني بعمل لك حاجه، زود بقى 50 60 70 واعمل لك تيبل، وانت تاخد معاهم ايه 61 ل 69 عشان نبقى عارفين لازم نحفظهم. تعالوا بقى نشوف الجزء الثاني اللي احنا للاسف
برضو بنتلخبط فيه. بصوا حبايبي، أول سؤال هتكلم مع فريدة. يا فريدة، إيه الكلمة دي يا عمر؟ ها يا حبيبتي؟ الله عليكي. فأنت بتشوفي اللي قبلها، أنت كام؟ 12. يا 12، أنت جريتر كام؟ هو ده الكلام اللي أقوله وأنا بحل. 11. الله، شفتي بقى؟ يبقى أنا هنا جريتر ال 11. بص بقى اللي تحتها، يلا يا حبيبتي اقري الكلمة دي، ما تخافيش. equal. كمان مرة حبيبي، equal. علي صوتي. يا 11، انت equal لمين؟ الله، شفتي بقى؟ 11 لنفسها. يلا يا عمرايا، شايفين بقى العلامة الجميلة دي؟ احنا اتفقنا الاوبن تروح لمين؟ بيجر. الاوبن تروح يعني ال 15 دي جريتر كام؟ 14. الله، 14. طب ينفع كنت اكتب حاجه تاني؟ ليه لا؟ عارفه ينفع ليه؟ عشان ما قاليش جاست بيفور ولا جاست افتر. ده ال 15 جريتر حاجات كتيره، 14 و13 و10 و11. انا حر، لازم ما ننساش الطريقه دي. طب يلا ايسل، اقري يا ايسل. الله عليكي. بصي بقى تروحي راجعه للناين. يا ناين، انت لس كام؟ هو ده اللي انا اقوله وانا بحل. يا ناين، انت لس كام؟ استني عليا. يا ناين، انت لس كام؟ يعني يا ناين انت سمولر من مين؟ يعني يا ناين انت اصغر من مين؟ يبقى ما ينفع، يبقى لازم افضل اقول كده، يا ناين انت لس كام؟ يا ناين انت اصغر من كام؟ فكل ما اقعد اقول عمري ما اغلط، يبقى لس كام؟ 10. طب ينفع حاجات تانية؟ كتير يا مستر، اتعلموا تقروا. طب بص بقى اللي جاية دي، السيمبل ده هل الاوبن ناحية الايت؟ نو. يبقى ساعتها الايت دي لس ولا مور؟ لس. لا، لس. طالما الاوبن مش ناحية الايت يبقى الايت الصغنطوطة، طالما مش ناحية الايه تبقى الايه هي الايه السمولر. يلا بقى، يا ايت انت سمولر كام؟ يا ايت انت لس كام؟ ايه؟ طب مش عايز الناين، لسه حاجات كتيرة. بس ستوب، عشان خاطري انا كل اللي عاوزه حبيبي ان انتوا تتعلموا تعملوا ايه، تشرح. عايز تطلع تحل على الجورد؟ طب يلا بينا، يلا روحي اطلعي حلي على البورد. معاكي قلم ولا تاخدي مني؟ خدي يا قمر، امسكي. بس عايزين نقرا عشان نسمع الصوت. شايفه الاوبن ناحيه مين؟ 6. الاوبن ناحيه ايه؟ يبقى ال 6 مور ولا لس؟ ال 6 اكبر ولا اصغر؟ اكبر. شطوره، نقول مور. يلا بقى، يا 6 انت مور كام؟ 5. شكرا. طب ممكن كنت اكتب حاجه تاني؟ Yes. مين؟ Four. ومين تاني؟ Three. شكرا. Sit down please. يلا يلا حبيبتي يلا. بصي بقى اللي جايه دي، بصوا حبايبي عشان تطلعوا هنا الاوبن هنا، يعني الميسنج ده النمبر اللي مش موجود مور ولا لس؟ مور. برافو عليك، يبقى الاوبن ناحيه الميسنج تبقى الميسنج ده مور. مين النمبر اللي مور؟ 11. اكسلنت. طب افرض مش عايزه، كان ممكن اقول ايه كمان؟ 13. شطوره، يلا ادخلي. عايز حد تاني؟ يلا حبيبتي، ما تخافيش، مش هختار لك السهله، ما مش هقول لك الايكوال. بص معايا هنا، شايفه العلامه دي؟ الاوبن ناحيه النمبر اللي هنا، يبقى ساعتها ال 7 مور ولا لس؟ استني، الاوبن مش ناحيه ال 7، يبقى ال 7 مش مور. قولي كده. ايوه، يبقى ال 7 لس. لس كام؟ شطوره. طب نقول بقى تاني الحته دي يا عايز، الاوبن مش ناحيه ال 7، الاوبن مش ناحيه ال 7، يبقى ال 7 لس ولا مور؟ لس. شطوره. يلا، عايزين حد تاني؟ سيب القلم يا حبيبي، اطلعي يا بابا، اطلعي يا حبيبتي عشان ما نضيعش الوقت. يلا بسرعه، بصي تاني، هنعيد تاني. بصي كده على البورد، الاوبن ناحية مين؟ 15. ناحية مين؟ 15. يبقى ال 15 مور ولا لس؟ مور. يا 15
انت مور كام؟ يا 15 انت اكبر من كام؟ فكري. طب مين يسأل؟ شطورة، يلا اكتبي 14. هنعمل ستوب.